ارتدت في شيء. قال الله عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض روح المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، فإذا حضره أجله الذي لا تأخير فيه بعثت إليه بريحانتين من الجنة، تسمى إحداهما المسخية والأخرى المنسية. فأما المسخية فتسخيه عن ماله، وأما المنسية فتنسيه أمر الدنيا.